راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولايتي النيل الأزرق والقضارف في شرق السودان أن نستضيف كل من الناشط عز الدين آدم سليمان من مدينة بوط رئاسة محلية التضامن بولاية النيل الأزرق، وعنان عمران من تنسيقية لجان مقاومة القضارف في شرق السودان للحديث حول عدد من الموضوعات، منها تصريحات مالك عقار في الدمازين بخصوص طريق محلية التضامن بالولاية وردود فعل المجتمعات المحلية، وكذلك الحراك في مدينة القضارف في شرق السودان والقمع المفرط من قبل الأجهزة الأمنية على المتظاهرين والاعتقالات تمت خلال مواكب 28 مارس الجاري. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا الناشط عز الدين آدم سليمان حول تصريحات مالك عقار. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. الموضوع بتاع التصريح الصدر من السيد مالك عقار عضو مجلس سيادة هو ربطه بمشاركة يعني إنشاء الطريق أو قيام الطريق، ربطه بمشاركة الشركات والمزارعين ورجال الأعمال المستفيدين من العائد بتاع الزراعة في المنطقة دي. وهو كان يقصد بحديثه يعني بشكل بتاع تورية انه مفروض النازل هم يقوموا بالجانب ده يعني، والمواطن فيهم انه هو وقف امام الطريق واعاقه يعني. وهم بيروا ايضا المواطنين انه ليه يربط سيد مجلس السيادة يربط لنا التنمية او برنامج انشاء الطريق بتبرعات المزارعين او مساهماتهم. المفروض المسار مدام هم مواطنين زي اي زول، مفروض هو من الاجدى والاولى كان مجلس السيادة يحفزهم على انه هم منتجين في المنطقة بتاع في رقعة زراعية كبيرة جدا جدا، ومن أكبر المحليات فيها إنتاج زراعي بشتى أنواع المحاصيل، المحاصيل الزراعية، مفروض يحفزهم بمسألة الطريق دي بدل كان يربطهم بأنه والله المفروض يتبرعوا الشركات والتجار. حتى لو الشركات والتجار المفروض هم يتبرعوا أو مفروض هم يدفعوا تكلفة الطريق، مفروض المبادرة تكون حكومية يعني. ما كان يدعي الكلام إنه كأنه المواطن هو المفروض يمشي ويلزم الشركات. يعني أنت جانب حكومي، عندك وزارة الزراعة، عندك الحاكم موجود، عندك الحكومة كلها موجودة، عندك المحلية موجودة، المفروض هم يعملوا مبادرة حكومية يشركوا فيها المجتمع ويخاطبوا المزارعين والشركات على أساس إنه يسهموا أو يشاركوا أو يقوموا بكل التكلفة في هذا الطريق. دي الملابسات اللي حصلت يعني. نعم نعم، لكن أنتم مضطر إنه المواطن عنده الحق إنه يحتج و يفهم الكلام في السياق ده، لأنه إذا جينا اتكلمنا عن المسؤوليات، يعني حتى لو أنا كحكومة مثلا أنا المسؤولية بتاعت إنشاء الطرق وتمهيد لاستثمارات جذب الاستثمارات، يعني إنك ذاتك يعني أنت توفر الوسائل بتاعك، أنت من الليلة تجي تعمل طريق كويس بتجذب المستثمرين، وبعد ذاك الحاجة اللي انت عملتها دفعهم لهم. لكن هسي المزارع ده إذا عمل ممكن في إمكانه الشركات دي تعمل الزلط، لكن ده كله هيجي يشيل على حساب المواطن. أنا ما هأخسر حاجة، اللي أنا خسرته ده هأخدتها كقروش أنا أصلا نفقتها، فالمواطن هو هيدفع الكلام ده. بالضبط فعلا، يعني إنه كلنا مستفيدين كمستنيرين وكمجتمع، إنه فعلا المسألة دي ما مسألة أو ما مسؤولية الشركات دي، لكن الشركات على مسؤولية مجتمعية، مفروض تدفع في تنمية المنطقة هي تستثمر فيها، لكن دي برضه حكومية، ما مبادرة مسؤولة من ما المبادرة دي ما مسؤولية المجتمع المحلي هناك، يعني دي مبادرة مفروض تقوم بها الحكومة وتدفعهم المسؤولية المجتمعية زي ما بتدفعوا الناس في مناطق التعدين في مناطق البترول في المناطق اللي بتم فيها الانتاج. دي مبادرة مفروض تدعمل بجانب، والتزام الحكومة بتنفيذ المشروع ده جانب آخر يعني. نعم. يعني الحاجات اللي ترتبت هسه على التصريحات بتاعت عضو مجلس السيادة مالك عقار، الحاجات اللي ترتبت على الأرض الواقع شنو هسي؟ يعني زي ما ذكرت لك انه في بيان، لدينا بيان ممهور باسم المك عدلان فيه ثلاثة نقاط، بيقول انه المحليات مفترض تاني ما تلتزم
بالإيرادات اللي هو الحاجات المفترض تدفعها، فعلى الأرض الحاصل شنو؟ طيب فعلا هو ردة الفعل هي استمرت بالنسبة للاحتجاج والحديث والكتابة على الأسافير والسوشيال ميديا، وخاصة بوط رأس المحلية، وهو البيانات الممهور بتوقيع العمدة الحاج عدلان عمدة مدينة بوط اللي هي رأس المحلية ذاتها، وهم قرروا في الاجتماع بتاعهم أنه يحجزوا على كل أنواع التحصيل، الضرائب، الزكاة المحلية، أسواق المحاصيل، التجارة، كل الإيرادات، المواصفات، كل أنواع التحصيل والغابات أيضا، كل أنواع التحصيل تستمر، لكن يتم الحج على الإيرادات، ما تتورد إلى رأس الإقليم إلى حين حل المشكلة يعني. دي حاجة. الحاجة الثانية برضو يمكن في اجتماع في قولي مفروض يقوم يوم الخميس بكرة، برضو فيه تجمع لكل المناطق بتاعت المنطقة الغربية في بيت الناظر سيف الدولة أدهم ناظر المنطقة الغربية، على أساس أن يناقش هذه المسألة وتتم مخاطبة الجهات الرسمية بقرار المواطن هناك وغياب من الأعيان والإدارات الأهلية وكده يعني. يعني الناس في المنطقة هناك زائد السلطات الإدارية هم متفقين على القرارات الصدر ده وهيتم التعامل معها؟ الإدارة الأهلية والمواطنين وقيادة المجتمع الليدر كوميونيتي هم القائمين بالحراك ده، حراك مجتمعي. أما الإدارة الرسمية الحكومية طبعا أكيد هم حيمشوا مع الرأي بتاع الحكومة، ما حيمشوا في الاتجاه بتاع هناي، لكن بعد ذاك السلطة بتاعت المجتمع هي بتغلب يعني. لما المجتمع يجي وبكلياته ويفرض رأيه، المهم السلطات المحلية حتتساير معهم وحتلتزم بعدم توريد الإيرادات إلى خزينة الإقليم إلى حين حل المعضلة والمشكلة. وأنا أفتكر الأسلوب راغي برضو لحد اللحظة ده، الأسلوب راغي جدا من الإنسان هناك، فيه نوع من المسؤولية، يحجز على الإيرادات تكون قاعدة في محلها وفي خزناتها في أيادي مسؤولي الحكومة المحلية نفسها، لكن في نفس الوقت ما تتورد بحيث انه هي ذات الخطوه دي كارت ضغط لحكومه الاقليم انه لحد ما تيجي تقعد معهم وترتب معهم مساله التنميه هذه يعني. نعم. ويعني من الحاجات الثانيه انه في كان تتريس وفي كلام بانه الناس رفضوا دعوه لمالك عقار من اللي هو للشباب هناك او للادارات هناك لمقابلته في الدمازين. أيه. بالنسبة للنقطة دي برضو يمكن كانت الدعوة اللي هو أول أمس يوم الاثنين كان في دعوة غايد ماري عقار بالاجتماع بأعيان وقيادات المنطقة الغربية، والدعوة وجهت للناظر سيف الدولة ذاته، هو موجود في الدمازين. سيف الدولة وكثير من القيادات قاطعوا الاجتماع، في مجموعة وصلت وحضرة الاجتماع، لكن الناظر ومجموعة كبيرة من القيادات قاطعوا الاجتماع بحيث يمشوا يقعدوا، وقرروا انه يمشوا قولي ويقعدوا في الاجتماع بتاع بكره الخميس على اساس انه يطلبوا بمقررات مع كل قاده المجتمع من المناطق المختلفه يعني، حتى انه يقدر يوحد راسهم في انه كيف يتعامل مع الحكومه في الاطار بتاع الماشي اللي هي. فعلا تمت مقاطعه الاجتماع من قبل الناظر، ناظر وكثير من القيادات، كان في جزء من الناس داير تمشي وفي جزء ما عاوزه تمشي، لكن في النهايه اجمعوا انه الناس ما تشوف صفه وقاطعت الاجتماع وما مشت. في مجموعه حضرت الاجتماع، ماري عقار قاعد معاهم ويتكلم معاهم، لكن طبعا عدم حضور الناظر وحضور كثير من القيادات برضو أثر من الجدول بتاعت الاجتماع ده، من الاجتماع نفسه يعني اللي هو الخاطب المالي. ففعلا حصلت مقاطعة حضور الناظر وبعض القيادات أو معظم قيادات، أنا ممكن أقول لك عن قيادات مؤشرة، والناس في النهاية هيكون في تواصل مع الحكومة، لكن بشكل أو بآخر الآن بعد اجتماع قولي بيكون في رأي واضح في بنوته في النقاط بأمن على، وفي النهاية المواطن هدفه الأساسي والقيادات المجتمعية هدفها الأساسي استمرار عملية التنمية يعني. ما عندهم مشكلة مع ريع عقار ولا مع أحمد العمدة ولا مع الحركة الشعبية ولا مع أي زول تاني في الحكومة، وإنما هدفهم الأساسي إنه هم عاوزين الطريق يقوم ومشاريع التنمية تقوم وزيهم زي محلين محلات الولاية، بعد ذلك تقوم المسؤوليات المجتمعية حتى لو أدى ذلك إلى نزع الأراضي أو تغليطها الأراضي الزراعية من المستثمرين أو إلزامهم بمسؤولية مجتمعية، ما في مشكلة يعني. يعني الناس تقدر تقول الحكومة والمجتمع ما مختلفين، لكن التصريحات جات تحمل عبارات تاع التورية، وكان فيه نوع من الغلظة والرفض من قبل ماري عقار، لكن هو كان يدخل الجانب بتاع التورية، لكن في نفس الوقت الإنسان تاع المنطقة فهم المسألة إنه والله هو ممانع لقيام هذا الطريق، لذلك الإنسان يتحرك والمواطنين يتحركوا وحدث الحراك الماثل الآن يعني. نعم. التتريس للشوارع لسه موجودة؟ والله طبعا كان هم قفلوا شارع بيمشي للأراضي المحررة التي هي القوات بتاعت مالي قولوا وناي، لكن بعد ذلك عدلوا عن القرار ده، قالوا الذهاب والبضايع وسفر الناس ما عنده علاقه بمطالبنا بحقوقنا، احنا وقفنا الايرادات هذا يكفي يعني. دكه بندي
بتاع غفل طريق أولو الفوج وفعل الموقف داخل مدينة بوط. يمكن عدلوا عنه، وأنا كنت أتكلم لنا مع واحد من القيادات المجتمعية هناك داخل اللجنة المكونة، وقال لنا إحنا عدلنا عن القرار ده وفكرنا واحد من القرارات ما حنستمر فيها، الطريق يستمر والبضائع والسفريات تستمر، وده ما واحد من البنود الأساسية صحيح ورد في البيان، لكن نحن نفتكر ده بندي ما أساسي، لكن بنستمر في تطبيق البنود الأخرى يعني. نعم. طيب عكس لنا الوضع هناك في المنطقة الغربية من القضايا المتعلقة بالخدمات الأساسية اللي بتهم المواطن كثير في المنطقة الغربية. طيب المنطقة الغربية يمكن هي منطقة رئاسة المحلية تبعد من الدمازين، اللي هي بوط رئاسة المحلية تبعد من الدمازين أبعد 150 كيلو، هي تكاد تكون المحلية تدخل فيها برضو المحلية الإيرادية تكاد تكون الثانية على مستوى السودان قبل 4 أو 5 سنوات في العام 2016 من حيث الضرائب والدخل في الجبايات الحكومية، وده كان رصدي مركزي وجات بعد محلية بدة طوال في السودان المحلية الثانية، فمحلية إيرادية من الدرجة الأولى وزراعية وفيها منتجات غابية وخلافه ومحتاجة وتستغل لأبسط أنواع المقاومات، يعني ما فيها ظرف ولا مصيبة داخل المحلية دي. في رزمية موجودة بين أقدي اللي هو فيها المنطقة بتاعت الزراعة الآلية الشركة العربية، أقدي هي بتقع غرب الدمازين، في رزمية ورزمية ذاتها بتتحالى كل عام وبيحصل لها صيانات وكذا، دي برضه قاعدة تبع الشركة العربية فترة من الفترات، يعني محلية بالدخل ده وبالإنتاج ده وبالأهمية دي ما لاقي حظها من التنمية. حتى الإنسان المحلي برضه يمكن يعاني من المياه بتاعت الشرب، لكن تعدل له حوجته في سد في بوط وفي سد في رورو سدود صغيرة تعتمد على مياه الخريف، بالإضافة للحفاير في المناطق المختلفة. في قبضة أنبوب بتاع موية طلع من الدمازين يتعمل في عام 2016 لكن حده عقلي، يعني الخط المفروض يصل رورو ويصل جريو ويصل بولي ويصل بوط حضرة المحلية، أساس المحلية برضه تنعى بمسار بتاعت المياه، برضه يمكن المحلية بتحتاج تعمل في قطاع التعليم إنشاء المدارس وتأهيلها وكذا، بالإضافة للمرافق الصحية برضو المستشفيات الموجودة ما بالشكل اللي بحجم الإنسان اللي هناك والتعداد السكاني الموجود وكذا، يعني يمكن الناس محتاجة لخدمة صحية متقدمة إلى حد ما، محتاجة لتدخل في القطاع بتاع التعليم، محتاجة لإيصال خط أنبوب المياه، محتاجة للطريق، دي الأساسيات الأربعة، بالإضافة للكهرباء يعني خط الناقل الهاي تنشن خط الضغط العالي بتاع الكهرباء طالع من خزان غصيرس يمر بمحلية التضامن يصل لدولة الجنوب لمحافظة شمال عالينين اللي هي الرن هناك محافظة تحويلية ومدينة الرن مستمتعة بكهرباء من 100 متر، في انه محلية التضامن كلها ما فيها ولا عمود بتاع كهرباء واحد من الكهرباء العام. مع ذاك في فترة من الفترات فترة ايام تعالية سد الغصيرس إدارة السدود اتضرعت ببرنامج مولدات مولدين في قولي مولدين في بوط، اتعملت شبكة محدودة داخل المنطقة منطقتين بوط وقولي، ولكن برضو البوابة دي اتهالكت، يعني هي ما قاعدة تسد الحوجة بتاعت أو ما قاعدة تغطي الحوجة بتاعت المداد الكهربائي، برضو اتهالكت وتكاد تكون الآن البوابة دي واقفة هي ما مستمرة. فالكهرباء الموجودة كهرباء كانت تبرع من وحدة السدود إبان قيام تعالية الروسيرس، والآن الكهرباء تكاد تكون واقفة، الناس شغالة في المولدات الصغيرة للاحتياجات في الأسواق في المنازل للإنارة وبعض المحلات التجارية، يعني برضه نحن ما مستمتعين بالكهرباء إطلاقا ولا منطقة واحدة، وأنا أقول لك الكلام ده وأنا مسؤول منه، ما في منطقة من مناطق محلية التضامن فيها عمود واحد من الشبكة بتاعت الشبكة القومية للكهرباء. نعم، في كلامك أنت ذكرت إنه المحلية في 2016 ترتيبة الثانية في على المستوى بتاعت السودان، القروش أيوة. الكثير الدخل الكبير اللي قاعد تجي قاعد تمشي وين وفي المقابل ما في خدمات؟ طيب القروش هو الإيرادات الكبيرة دي، إيراد جزء بنسبة كبيرة هو 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 مركزي، يعني الضرائب مركزية والرصد ذاته والاعتراف جاء من ديوان الضرائب المركزي نتيجة للرصد الإيصالات والإيرادات الواردة من خلال تتبعها ومن خلال المتابعة بتاعت الإدارة بتاعت الديوان، المعلومات بتاعتهم ظهرت لي من محلية التضامن ومحلية الثانية بعد مبدأ كويس، الأموال دي جزء منها بيصير إلى جزء منها بيصير المركز، وللأسف الشديد المركز ما قاعد يركز الولايات الحجم الكافي من الماء، ما في توازن، أنا أقدر أقول ما في توازن لتوزيع مثلا التنمية أو نسب التنمية كويس، المركزية للولايات ما قاعد تكون في نهاية، ممكن تبدأ تكون النيل الأزرق منظومة إلى حد ما، حتى داخل النيل الأزرق برضه أموال التنمية اللي بتجي برضه ما قاعد تتوزع بشكل كويس
وما قاعده كلها تفحص للتنميه برضه لتشكيل الفكره السابقه. انا اعدي الحاجات دي للمساله دي ذاتها. انا متاكد اذا اصلا الايرادات بتاعت المحليه دي نظروا لها بالشكل الكويس معناها هي بتصف اطار الدخل بتاع ولايه تنميه ازرق، مع انه المركز برضه ما قاعد يربط مساله التنميه دي حسب دخل الولايه، يوزع حسب الاولويات، لكن المفروض محل التضامن تتحفز يعني ويطلع طريق اقلها طريق بعض الخدمات الاوليه على اساس انه انسان المنطقه المنتج ده يقدر يساهم بشكل اكبر من المساهمه الموجوده الان في الدخل القومي والناتج القومي. نعم، وتتوقع في الاجتماع المفترض تنعقد يوم بكره ولا قلت بتين؟ بكره يا خميس. نعم، تتوقع انه مثلا الناس تناقش اللي هو المساله دي بتاعت انه الايرادات الكبيره اللي قاعد تجي وبتمشي وما بكون في عائد منها بالنسبه للمحليه؟ طبعا حيناقشوا الحاجه دي، والحاجه دي معلومه للمواطن ومعلومه لاكثر دول من المواطنين في المحليه والخارج المحليه، المحليات الثانيه والموظفين في المؤسسات المختلفه هم عارفين محل التضامن فيها شريان والوريد اللي بيغذي خزينه الاقليم يعني. دي واحدة. الحاجة الثانية الناس هيأكدوا على النقطة دي وهيشيروا لها، لكن بالمقابل هم عاوزين حقهم ونصيبهم في التنمية في الطريق ده وفي بعض المشاريع التنموية الأخرى يعني. هم ما عاوزين غير إنه يأكدوا لهم على المسألة دي يعني. حتى هم لما الناس دي هاجت وجاطت لأنه التصريح اللي وصل لهم إنه الطريق ده ما يقوم إلا مربوط بشروط اللي هو مساهمة أو أقلها الطريق يدفعوه والحكومة تساهم بالمهندسين فقط بطريقة فعول المزارعين والشركات، والحاجة دي خلت أثارة حفيظة المواطن هناك. بالمقابل محتاج لرأي واضح من السيد الحاكم إنه يمشي ويصل النازل ويتكلم معهم ويوصل لهم تأكيده لمسألة قيام الطريق واستمرارية إنشاؤه وتدفق التنمية في المحليات الأخرى. أنا متأكد إن المنطقة ما حيكون عنده مشكلة يعني. شكرا لك السيد عز الدين آدم سليمان على المشاركة في راديو دبنجة. تسلم كثير، الله يخليك. أعزائي المستمعين، قبل ما ننتقل لضيفنا الثاني حنقيف استراحة موسيقية قصيرة ونرجع. يا طير الليل جتني عشية هاك للمحبوب مني تحية وقل لي وحرام هجرك ليا النار الأشواق قاسي عليا أهلا بكم مجددا ضيوف الكرام في حلقتنا من برنامج صوت الولايات من ولايتي النيل الأزرق والقضارف، والآن ننتقل لعنان عمران من لجان مقاومة القضارف. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجة. كلمنا عن اعتقالات مواكب 28 في القضارف، كم كان المعتقلين وهل تم إطلاق سراهم ولا لسه معتقلين حتى الآن؟ الاعتقالات كانت كم 20 يعني، أنا ما أفكر بالضبط 23، كثير منهم كانوا طلاب مدارس الثانوي، بعدين يعني كده من القسم الأوسط حولوا طلاب المدارس لخيمة الأسرة والطفل، وهم كانوا زي 29 وطلعوهم بعد ذاك، يعني طلعوا بس نفس المدارس. الباقيين فضلوا في النيابة، كانوا بتجردروا في يعني الضابط في القسم كان بتجردر في إجراءات الضمان العادية دي يمشيها. يعني الناس كانوا لحد الساعة 12 12 ونص حتى انطلعوا يعني. يعني هسي كلهم اطلقوا سراحهم اللي كانوا معتقلين؟ ايوه. بكرة عندكم مشاركين بوقفة احتجاجية يوم 31؟ ايوه، بكرة هيكون في موكب. في استعدادات للجان المقاومة؟ لانه من خلال متابعتنا يعني يمكن لاحظنا انه الموكب الفات كان الحشد كبير جدا، في إعداد تم لأساس إنه الموكب بتاع بكرة برضو يكون كبير؟ أي فعلا.
الناس يعني كده متفقة بتحصل اجتماعات بتحدد نطاق التجمع وكده. كلام الموقف حبيت صفحات لجان المقاومة، تنسيقيات لجان مقاومة القضارف فيسبوك. في مسارات محددة أو في مخاطبات تم تحديدها هتكون موجودة أو الأنشطة اللي بتكون موجودة في الموكب بتاع بكرة؟ الموكب هو مركزي بيبدأ من السوق في منطقة معينة في السوق اسمها سوق العياشة، بعدين بيلف السوق. اللي بيحصل إنه حاليا القوات بدأت بتقمع الموكب من انطلاق، يعني هو موكب فيلمي وما قاعد يكسره ولا قاعد نعمل أي حاجة، فبيجي في تحرك من القوات دي لأنها تجي تقمع الموكب. والحاجة دي قاعد تكون بقيادة ضابط أو عقيد الاستخبارات اسمه سلمان مدلا أبو حليمة. فالفوضى اللي قاعد تحصل في السوق والحاجات اللي بتحصل دي قاعد تكون بسبب التعامل بتاع القوات النظامية مع الشرطة، لأنهم هم بيحاولوا يقمعوا الموكب. الحاصل حسي إنه العدد بتاع الناس بيجي بيزيد، لأنه أوريدي هم الوضع المعيشي الطاحن والضاغط ده بيجي بخلي الناس إن هي قاعدة تكون جزء من الحراك ده. بعدين لأنه الناس بتكون شايفة إنه الاعتداء والتصرف يعني العنيف ده قاعد يكبر من منه يعني. فالناس قاعدة تتعاطف وقاعدة تتضامن وقاعدة تدخل في الموكب، لكن فيه هتافات بيجي بتخلي المواطنين يتحركوا ذاتي. لا يمكن تقول للشعب جعان، لكن الجبان شنو الحياة دي قاعدة تحصل شديد. فنحن بس ياها خطتنا نتحرك من نقطة التجمع ونكون ماشيين في مساراتنا المعروفة ومحددة إلى أن نحن نتعرض للقمع من القوات النظامية. نعم. أثناء المظاهرات 28 مارس كان في اعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية؟ في ناس أصيبوا؟ أيوة في اختناق، في حالات اختناق، وكان في إصابة بالبنجان في الرأس لواحدة زميلتنا. وحالتها كيف؟ والناس المصابين كلهم حالتهم كيف؟ والله هم من أسكتهم من هدوم الحوادث. الزولة دي يعني اتعرضت لإصابة في الرأس في جبهته، وكانت اتعرض يعني خيطوا عليها لك 4 غرز، كان في نزيف شديد، في طالبة جامعية. طيب يعني من أبرز القضايا الهسي يعني لجان المقاومة والقوى المناهضة للانقلاب تضع عندك زي القضية بتاعت المعلمين، في المطالب بتاعت الكوادر الطبية، ديل كان عندهم قضايا خاتنها وأعلنوا عنها، ففي جديد فيه ولا الناس لسه بتطالب بحلولها؟ اي طبعا الناس مستمرة يعني، حتى قبلها كانت المواكب بتتحرك للإنشاءات والوزارات. هنا عندنا المعلمين بعد الانقلاب الاستخبارات استولت على الدار بتاعهم يعني، وكده وقفلته وشنو دي ما نقدر استخدمه. فكان في موقف بتحرك على المخاطبة حد هناك دار المعلمين، فنسينا الناس قاعدة تمشي تحرك في قضاياها المتخصصة يعني. نعم. إن اللي كده هو الموضوع بيجي حالياً إنه الوضع صعب يعني، الناس ما قادرة تعيش على الطاحن ده، بس المشكلة بتاعت الموية في الجبارف دي يعني مشكلة ما حصل فيها أي حلول في الجبارف. إذا تكلمنا في الجانب بتاعت الوضع الاقتصادي والضائقة المعيشية الصعبة على المواطن، الحاجة دي عندها مساهمة في تحريك المواطنين وبتدي إشارة إنه الحكومة الموجودة دي ما في أمل إنه ممكن ترجع الوضع إلى الأحسن؟ طبعا الحاجة دي يمكن بداية الانقلاب كانوا بيحاولوا إنه يدوا انطباع إنه الوضع ما سيتحسن، بإنه عملوا تغييرات كده لحظية في الأسعار والناس بدأت حاسة إنه الوضع ده كويس وشنو، لكن يعني سرعان ما اتضح إنه لا، ما في حاجة زي ده هتحصل، إنه الوضع ما سيبقى ضاغط أكثر وأكثر كل يوم يعني. اللي بعده يوصلنا الناس داخلة على شهر رمضان، احتياجاتها بتكون يعني كده أكتر، يعني ما في تغيير قاعد يحصل، ما في وضع أحسن، ما في أي حاجة. فالناس بقى واضح بالنسبة لها إنه مثلا ما في خير يعني من وراء الانقلاب. نعم. والناس أكتر يعني إذا جينا تكلمنا عن النسب، الناس اللي بيشوفوا إنه الوضع ما فيه والحريات والقمع الحاصل في الشارع هم بيتحركوا من الناحية دي، من الدافع ده يعني إنه على أساس إنه لازم يكون في استقرار، يكون في وضع أمني كويس، يكون في يعني ما يكون في قمع بتاعة الحريات. في ناس طبعا الجانب ده بيحركهم، في الناس اللي بتحركهم الجانب الاقتصادي. إذا جينا تكلمنا عن الأرقام أو النسب، ديل قدر شنو مثلا الناس اللي بيروا إنه
الجانب اللي هو عدم الاستقرار، انعدام الحريات والاعتداء على حقوق الآخرين مقابل الناس التانيين اللي بتحركهم الدوافع الاقتصادية. طبعا النزال يكون بيطلع وبتحرك عشان حرياته والواقع بتاعهم الحريات اللي بتفرض السلطات العسكرية، ده بيحتاج النزال يكون عنده ليفل معين من الوعي، إنه يعني كده يكون واعي بحقوقه، شنو ده يكون مواطن اللي حصل على قدر كافي من التعليم وشنو فرصه كانت أحسن. فديل كان نسبة ثابتة يعني بالنسبة لي، اللي هم من بداية الثورة في 2018 ولحد ما حصل الانقلاب ده الناس حاطين يعني في الشارع، نسبة ثابتة وموجودة أساسا لكن ما كبيرة جدا. أما المواطن البسيط ده يعني هو ما أوير شديد بأن يعني في خريطة التعبير وحقوقك كمواطن والتظاهر حق من حقوقك وكذا، فدال بيتحركوا يعني الضبايا الملموسة بالنسبة لهم، الحالات اللي هم بيعانوا منها بصورة يومية بيشوفوها، فدال هم يعني نسميهم بيكونوا محايدين محتاجين ان انتوا تستقطبوا عشان تزيد الكتلة بتاعت الحراك، وهم دال طبعا يعني النسبة الأكبر شريحة الأكبر واللي هم بدوا حاليا انهم يعني كده يدفع الشارع ويدخلوا في التظاهر ويكونوا جزء من الحراك اللي قاعد يحصل، لأنه هم يعني الطبقة المفروغة زي ما تقول الناس اللي متعرضين للنتائج بتاعت الانقلاب بصورة مباشرة. فحاليا هم نسبتهم يعني ما زادت جدا لكن قاعد تزيد جرادولي يعني بصورة كده. نعم، وديلك طبعا أغلبيتهم بكون فئات الشبابية، الناس الأول اللي بيطالبوا أكتر حاجة بالحريات، بوجود الحريات. صح. طيب وانتو كقوة بتاعت لجان مقاومة وناس مناهضين الانقلاب، كيف انكم تقدروا تحولوا الكتلة الثانية الكبيرة دي لصالحكم انتو؟ يعني هل ممكن يعني اذا انتو في لجان المقاومة اشتغلتوا في التوعية وتعريف المواطن بحقوقه وأهمية وجود الحريات لصالح قضايا والمختلفة، لأنه القضايا الاقتصادية دي لما تجي تشوفها في الأساسية مسائل سياسية، عدم استقرار سياسي هو بيؤدي إلى مشاكل في الاقتصاد وتردي في الوضع المعيشي، هل لجان المقاومة عندها دور ممكن تقوم به عشان تزيد من الكتلة بتاعت الحركة؟ أيوة طبعا، هو ده من الأساس بتاع لجان المقاومة في وجودها، إن هي تزيد الوعي والتثقيف من المواطن، لكن الحاجات دي عشان تحصل لازم يكون في الفضاء العام والجو فكرة يكون مهيئة لحاجة زي دي. لكن مثلا حتى لجان المقاومة دائما كانت الفترة اللي فاتت إنه أي موكب بينتهي بمخاطبة بتكون في يعني في المركز في السوق في المحلات يعني بتحاول تشرح فيها القضايا السياسية للمواطن البسيط الماشي علشان شنو هو يفهم، يعني مثلا الناس دي قاعدة تطلع الشارع علشان الموضوع هو شنو، نحن يعني حاصل شنو وإحنا دارين اللي يحصل شنو بطرق بسيطة، لكن طبعا يعني لازم يكون في استهداف للمواطنين البسيطين ديل وتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم عشان على قولك إيش نقدر يعني نخليهم منهم يكونوا جزء معانا في الحراك ده، ويعرف إنه هم يعني مفترض يكونوا فاعلين في غير الوضع الحاصل حاليا. نعم، انعدام الحريات هنا بكون عندها دور كبير اللي هو في الحد من قدرتكم وتحرككم وتنوير اللي هو جمع الجماهير وتنويرهم بالحاصل. طبعا التضييق على اللجان مباركة. نعم، يعني الآن في ملاحقات بالنسبة لكم كلجان مقاومة مثلا خارج إطار المظاهرات، مثلا بعد ما المظاهرات تنتهي أو قد يكون ما في مظاهرات بيكون في ملاحقات في الشوارع أو اعتقالات من البيوت أو كده؟ والله في الفترة الأولى من الانقلاب أيوة كان في كمية من الاعتقالات وكانت الناس ما قاعد تقدر يعني إنها تتحرك بصورة طبيعية وما تقدر تدري اجتماعاتها وتديرها، لأنه كان في يعني كده دائما تحصل مداهمات وملاحقات من السلطات الانقلابية. هذه يعني مشت بالوتيرة دي الفترة اللي فاتت دي كانت يعني أجريسيف شديد، وحاليا
كانت مطعم بتحصل حاجة فترة، بعدين حسي مع إنه وتيرة الهرال في الزبارف ارتفعت وزادت كده، الموضوع ده يعني على أغلب الزون حيرجع تاني يحصل مدينة. الناس قاعدة تحاول يعني كده إنه ما تتعرض للاعتقال. شكرا لك عنان عمران من لجان مقاومة القذارف على المشاركة في راديو دبنجة. العفو العفو. وشكرا لكم أيضا ضيوف الكرام، وإلى أن نلتقي في لقاء جديد.